حطم. محل ده اللي هتشوفوه ده يعني ده يعني أهمية الكاميرات داخل المتحف. شوفوا الناس ب ب ب زي ب طبعا السرقات بتزيد، وده دخل المحل هتشوفه في التقرير ازاي حتى الناس كمان تضامنوا مع صاحب المحل، وصاحب المحل نفسه ما خافش من المسدس، وقالوا لي بعد كده ان اتضح ده مسدس تمويه يعني، بس هو ما خافش في كل الاحوال من المسدس و تصدى للناس. في أحد أحياء الإسكندرية حاول شخصان مسلحان السطو على محل مجوهرات يديره مواطن قبطي، فهب لردعهم قبل أن يتمكن جيرانه المسلمون من القبض على أحدهما وتسليمه للشرطة. ربنا ألهمني إن أنا كنت في الجيش وكنت بتدرب في الجيش أهو، علمني إن أدافع عن نفسي بعد كام؟ بعد 33 سنة سايب الجيش. وعم صلاح ده راجل جارنا، هو راجل مسيحي واحنا مسلمين، احنا متربين مع بعض، انا بعدي باكل نتغدوا مع بعض ونشربوا وناكلوا مع بعض، المنطقة دي كلها هنا ناس كلها حبايب بعضيها. اخواتي مسلمين مش مسيحيين ومسلمين بقى، دي مركب واحدة، فلو اتخربت هتبوظ فما ينفعش. أول ما سمعت عم صلاح بيقول حرامي ودخلت شفت الدم في وشه أنا اتجنيت بصراحة، فمسكت الحرامي ده وكتفناه وتعاملنا معاه الحمد لله بكل جرأة، واحنا ما بنخافوش من حد، ما بنخافوش غير من ربنا. الواد التاني كان بيعدي على الشارع لابس كابتشو كده مداري وشه، فقال لي وده كمان معاه. انا بطريقه لا اراديه لقيت نفسي بجري بجيبه، والناس كلها لقيتهم في اقل من ثانيه حوالين مني، وهو واقف في الكاميرا باين في الكاميرا عند مصراح ان هو مستخبي بيأمن الدنيا، والتاني بيطلع الطبنجه وبيشد اجزاء، والتاني قفل الباب واحد بس والتاني جري. صعب قوي اه، يعني يعتبر لسه ساعه المغرب وفي حركه في الشارع. عمرها مصر ما تقع لان فيها ناس رجاله، والشرطه ناس رجاله. بقول لك ضابط المباحث خد بيه قطان بقى يدمم جروحي في المكتب ويمسح عينيا، واللي عايز يجيب لي اكل واللي يجيب لي شاي، دي كلها محبه ربانيه. نزلوا في يعني في منت ما تاخروش لان هم كانوا ماشيين في الشارع، هم طول النهار كانوا قدامي الظهر. انا وقت الحادثه انا طبعا دايما متواجد في الشارع 24 ساعه، دايما قاعد هنا في الشارع، يعني يعتبر الامن العام كله احنا مسيطرين عليه هنا والحمد لله. هيحمي الكنيسه ولا نحمي الجامع ولا نحمي المستشفى ولا الشرطي يحمي نفسه ولا يحمي الشعب، فلازم الناس لازم الناس كلها تتكاتل، لان المركب دي مركب واحده، لو وقعت مش هنعرف نمشي في الشارع. جريء قوي في التعامل مع الموقف اللي شبه ده، وهجم على الراجل الحمد لله، يعني ان ربنا استاذ صلاح مربيني. قلب من حديد، راجل اخونا في وسطينا، نقذ نفسه برضه، الناس وقفت جنبه اي نعم، بس هو موقفه الشجاع اللي هو وهو قاعد على المكتب هنا يقوم عليه بواحد داخل له بطبنجه، ده تثبت ان هو راجل 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 راجل. ما عندناش احنا ولا مسلم ولا مسيحي ولا الكلام دوت، مش موجود ولا احنا بنقعد مع بعض نقول انت مسلم ولا انت مسيحي ولا الكلام ده، ما بيحصلش في وسطينا ابدا. احنا اخوات سواء مسيحيين او مسلمين، فاحنا اخوات ومتربيين مع بعض. الحمد لله ان هي جت على قد كده، وعم صلاح كان كويس ورد فعله ان هو ساعدنا ان احنا نلحقوه. طبعا يعني شوفوا يعني الكلام عن العلاقه بين المسلمين والمسيحيين ومساندة بعضهم البعض في ازمات من هذا النوع اللي احنا شفناه في التقرير السابق.